سؤاله الثاني يقول: ما هي العلة في تحريم الجمع في الزواج بين الأختين أو بين الزوجة وعمتها أو خالتها؟ العلة والله أعلم المحافظة على حق القرابة وصلة الرحم، لأن التزوج بالقريبة العمة أو الخالة مع ابنة أختها أو مع ابنة أخيها هذا يسبب القطيعة لما بين الضرتين من الحمية والغيرة من بعضهن على بعض، وهذا يسبب تقاطع في الرحم. لأجل ذلك والله أعلم نهى الشارع عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين الجمع والجمع بين المرأة وخالتها، والله أعلم.